والرزق ده قال لك وما من دابة في الأرض، أي دابة، نملة ولا أصغر منها ولا أكبر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله الرزق ده لو على زول نحن كان اتورطنا، لأنه ممكن عاين للبشر دير يجوا 20 مارقين من بيت واحد، وناس في داخلية يكونوا كمان السراير دبل كمان، يجوا مارقين كذي كمية، واحدين بيجاي من مستشفى 20، يقول وي سويتوا كلكم دارين تاكلوا، هاي شغل ده كذي بيكمل. الله سبحانه وتعالى قال لك الكلام ده في القرآن، قال لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والله قال وما عندكم، من غير واو، قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الرزق ده عند الله ما في حجاب، وكلهم مفلسين بتاع الحجبات، ما في بتاع حجاب بيبيع لي حجبات في غرفة مكيفة جت في الرواكيب، لاحظت لهم كلهم في الرواكيب مفلسين وتعبانين وجلاليبهم بالبلا إذا صح التعبير، وليه الظهر بيكونوا ما فطروا، والله الواحد خشمه إن قربت منه تقع إلا بس تشوف لك جلكوز بس. أقول يا أخي عشان كذا يا جماعة الإنسان يلاقي الله بالتوحيد.